خير يا خواجة قصون؟ شو في بيعت ورايا؟ عندي مشكلة مسيو لبيب. مشكلة؟ عندي مشكلة مسيو لبيب. لحظة صغيرة. عندي مشكلة مسيو لبيب. خواجة قصون، أنا بتعرفني ها؟ أخلاقي ضيقة وراسي ما بيحملني لا إلك ولا لابنك ها؟ ففو شو هي المشكلة؟ ليه هيدا ملقح وعم يطلع فيي؟ ما هيدي هي المشكلة مسيو لبيب. لك شو هي المشكلة؟ المشكلة مع الفوز مسيو لبيب لأنه ملقح على الحالة صار له أربع ساعات مسيو لبيب. إيه طيب وإذا ملقح وقاعد زلمة هيك ومدد حاله هالمدة شو فيها يعني شو القصة؟ مسيو لبيب ما إله بالعادة يقعد هيك قعدات أربع ساعات مسيو لبيب خايف ما يكون عم شو؟ عم بيتعاطى مسيو لبيب. لك شو بده يتعاطى؟ عم يتعاطى شو؟ مخدرات مسيو لبيب. لك شو مخدرات ما مخدرات رح تقابلني انت كمان حاطط هولي بدينه وملقح وقاعد ومصرغص شو خص المخدرات بهول مسيو لبيب هيدي اسمها المخدرات الرقميه مسيو لبيب شو هي مخدرات الرقميه يمكن يكون عم بيتعاطى فيها حكيوا عنها هي بس شو هالمخدرات الرقميه ايه هيدي عم بيحكوا عنها بالاخبار وعلى الانترنت موجوده مثل الموسيقى بيجوا هالولاد وهالشباب بحطوا الهيدفونز على دنيتهم بصيروا يتسمعوا عليها وكانهم عم يتعاطوا مخدرات اسمها مخدرات رقميه مسيو لبيب لك هلا هذا الحمار بده يتعاطى مخدرات وبيتعاطى مخدرات رقميه ما تقول حمار مسيو لبيب هلا بنخلص منه وتطلع لنا انت ما تقول حمار مسيو لبيب مش حمار بس بركة غطس فيها الغطسه انت كل املي فيك انك تساعدني فيها وتشيله منها مسيو لبيب ما مخلص لا منك ولا من ابنك لحظه صغيره الفونس بابا الفونس بابا عم شو هذا الفونس يا الله الفونس ويسي لبيب شو اشبك شو اشبك شو مش تعا 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 ويسي لبيب ليه ما عم ترد علي لما كنت عم عيط له ما عم بسمعك ويسي لبيب ما عم تطلع فيه وعم بحكيك ليه ما عم ترد أنا بسمع بدي لي مش رد علي مسيو لبيب اه والله مزبوط 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 ايه ما هو حق يعني منو حمار عد مسيو لبيب قديم بابا عم تقول حمار بتقول حمار مسيو لبيب ماشي الحال هلا شو عم تتسمع شو عم تسمع على ميوزيك مسيو لبيب ها عم يتسمع على ميوزيك مسيو لبيب بس شو هي هالميوزيك مسيو لبيب شو هي ليه الفرنس ما تكون عم تتسمع على هيدي اللي عم بيقول عنها بيك واللي حكيوا عنها العالم كله هيدي الموسيقى تبعية الأرقام اللي بتعمل المخدرات ومدري شو شوفها؟ شو؟ بهدلنا مش عم بسمع ما سمع فيها دوم سيلابي شو دوم سيلابي؟ ما بتسمع عليهم ها؟ شفت؟ هي طمنطلي بالي بابا برافو برافو أصلا ما في غير الحبير بيتسمعوا عليهم دوم سيلابي شفت؟ أول مرة بيطلع عنوان الحمار سوري بابا بقول حمار الحفار. ايه ما علي بابا بس المهم مش عم تسمع عليه ابدا هو ليه بابا اوكي لك شو مهزق ليش بدك تسمع مسيو لبيب ايه شو هو بدك تسمع عليه ولا هولي لك هات على شوف سمعني لشوف شو اللي بيحكوا عنا يمين وشمال تيام مسيو لبيب شو ها تيام شو تيام بقى خوض يعني هدا هات لشوف ولا مسيو لبيب شو عم تسمع بابا مسيو لبيب مسيو لبيب مسيو لبيب شو صار له بابا شو صار له كي مسيو لبيب مسيو لبيب مسيو لبيب ليه بألفونس كيف كتير مسيو لبيب لشو هاي الموسيقى ها اخذت عليك مسيو لبيب هاي انت اخذت علي اخذ بس هيدي ما بتمشي الا على الحبيب مسيو لبيب ايه مزبوط معك حق يعني مسيو لبيب بركب راس حمار مسيو لبيب هاتون هاتون لهون هاتون 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 الفوز حط لي اياها مسيو لبيب حط